أهلا بكم من جديد. كشف بنك البحرين الإسلامي عن جهاز ذكي تم اختراعه في مركز الإبداع التابع للبنك، حيث يتولى هذا الجهاز تقديم خدمات مصرفية سهلة وسريعة في كافة فروع البنك في البحرين، حيث يعد هذا الجهاز الأول من نوعه على مستوى المملكة. نتابع في التقرير التالي تفاصيل هذه الخدمة. لأول مرة على مستوى مملكة البحرين، اختراع ذكي صممته مجموعة من المفكرين في مجال الإبداع الإلكتروني بمركز الإبداع في بنك البحرين الإسلامي، يتولى تقديم خدمات مصرفية في وقت قياسي على مدار الساعة. اللي هي منصة رقمية تم تقديمها من البنك، وتم تصميمها من موظفين البنك داخل دائرة التكنولوجيا في البي اي اس بي. هدفها بسيط، هدفها تبسيط الأمور المالية لأي زبون يتعامل مع بنك البحرين الإسلامي. في بنك البحرين الإسلامي كأول بنك في البحرين قام بتدشين وابتكار الجهاز الرقمي اللي يقدر الزبون يسوي جميع خدماته 24 ساعة من غير مساعدة أي خدمات الزبائن. الفترة الأخيرة البنك كان من أمور اللي قاعد يسويها أنه يطلع خدمات بسط الأمور المصرفية المالية للزبائن. من هاي الخدمات اللي احنا راح نعلن عنها اليوم لما خدمات اللي هما البي اي اس بي كيوسك. مثل ما تشوفون خدمة البي اي اس بي كيوسك لها عدة تقدم عدة خدمات للزبائن. من الخدمات هاي اللي قدمها البي اي اس بي كيوسك أنه اليوم الزبون يقدر يصدر بطاقة ائتمان اللي هو البريبيد، يقدر يصرف بطاقة تصرف آلي، والأهم من هاي يقدر اليوم الزبون يفتح حساب. هذه المنصة اختراع بحريني بالكامل صمم خصيصا ليؤدي دور خدمات الزبائن في مختلف الأوقات طوال أيام الأسبوع. عن هاي الجهاز تم تصنيعه داخليا عن طريق كفاءات بحرينية. عندنا في البنك قسم اسمه الانوفيشن هاب او الانوفيشن لاب. طبعا هاي الجهاز تم تصديره هني بحيث ان حطينا عدة كومبوننت نصدر لما طلعنا هاي الجهاز الجميل. طبعا البنك من الامور اللي قاعد يسويها انه يحاول يطور ويضيف خدمات جديده على جهاز الكيوسك. خدمات مصرفيه متنوعه يتولى الجهاز تقديمها للزبائن باسلوب سهل وبسيط. الجهاز راح يساعد الزبون بشكل مبسط انه شن عمليه فتح الحساب. العمليه كلها على بعض ما تاخذ اكثر من 4 ل 5 دقائق، ونفسه هو واقف الزبون راح يوصل اشعار انه حسابه انفتح. طبعا الخدمة الحلوة اللي احنا تميز فيها بنك البحرين الإسلامي وانت واقف تقدر تسوي سيلفي، فهاي يقني عن كل الدوكيومنتيشن للزبون راح يمليه اليوم لو دخل مثلا راح مكان ثاني راح يملي أوراق. مع هاي الجهاز كل الأشياء اللي يسويها ما راح يحتاج أوراق، كل اللي يحتاج توقيع رقمي، بطاقة سكانية وجوازة. فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تستقبل محبي الخدمة الذاتية لإجراء معاملاتهم المصرفية من خلال منصاتها الذكية. تبسيط الأمور المالية أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها بنك البحرين الإسلامي لتكون خدماته المصرفية متوافرة على مدار الساعة من خلال منصة ذكية ابتكرها البنك بالكامل لتحقيق هذا الهدف. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. عقدت بورصة البحرين ورشة تعريفية للفائزين في جائزة البحرين لريادة الأعمال لاستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات النامية للحصول على ما تحتاجه من تمويل عبر الإدراج في سوق البحرين الاستثمارية. يأتي ذلك في إطار مشاركة البورصة ودعمها للنسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة الأعمال التي تم انعقادها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية وبتنظيم من صندوق العمل التمكين. وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إنهم يهدفون من خلال تقديم هذه الورشة التعريفية إلى تسليط الضوء على مزايا الإدراج في سوق البحرين الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها. حذر مصرف البحرين المركزي المستهلكين من التعامل مع جهات غير مرخصة التي تسوق للاستثمار في الأصول المشفرة في مملكة البحرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي،
ويأتي هذا التحذير نتيجة ما يتم تداوله وترويجه من خلال شركة وهمية تحت مسمى حساب بحرين دوت بيتكوين على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، والمدعية بأنها مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم منصة للأصول المشفرة. كما يود المصرف التنويه بأن الشركة المذكورة غير مرخص لها من قبل المصرف، وبأن نشاط ترويج الخدمات المالية للمقيمين في مملكة البحرين يندرج ضمن الخدمات المالية الخاضعة للرقابة بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الرابع من العام 2019، حيث اشتمل التقرير على بيانات كل من الصادرات والواردات وطنية المنشأ بالإضافة إلى الميزان التجاري لمملكة البحرين. نستعرض وإياكم كافة التفاصيل في التقرير التالي. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 79%، مغلقا التداولات عند مستوى 1659 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم 4,481,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,067,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 48 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل مشاهدينا إلى باقي البورصات الخليجية، وكما نتابع غلب اللون الأخضر على الإقفالات في نهاية تداولات اليوم. أبرز المرتفعين كانت سوق بورصة البحرين، تليها بورصة الكويت بارتفاع بنسبة تقارب 15 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 7059 نقطة، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية وأيضا سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا في ختام تداولات اليوم. ضمن جوائز ألترا عام 2019 نال طيران الإمارات لقب أفضل ناقلة في العالم وأفضل درجة أولى، التي تمنح بناء على تصويت مئات الآلاف من قراء مجلتي تلغراف المتخصصتين في السفر الفاخر. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إنهم سيواصلون تطوير جميع منتجاتهم وخدماتهم في الأجواء وعلى الأرض لتوفير تجربة سفر مخصصة وممتعة ومريحة وفعالة لهم. وقد أكملت الشركة في أبريل عام 2019 مشروعا بكلفة 150 مليون دولار لتجديد 10 طائرات بوينغ 777 مع توسيع مقاعد درجة رجال الأعمال وتجديد كابينة الدرجة السياحية بالكامل. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
شركة أبل الأمريكية تخشى من تعطل خططها للتوسع في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا. قالت الحكومة البريطانية إنها ستسمح لشركة هواوي بدور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، وأضافت أن الموردين ذوي المخاطر المرتفعة سيتم استبعادهم من الأعمال الحساسة ذات الصلة بالشبكات، وأن مشاركتهم ستقتصر على أعمال لا تتسم بالحساسية وبنسبة لا تتجاوز 35%. في الأثناء تريد الولايات المتحدة أن يحضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شركة هواوي نهائيا، وتقول إن بكين قد تستخدم معدات الشركة في سرقة أسرار غربية، بينما تنفي هواوي أي صلة لها بأنشطة التجسس. قال صندوق النقد الدولي إن السياسات النقدية التحفيزية التي اتخذتها البنوك المركزية بشكل متزامن العام الماضي ساعدت في تجنب وقوع الاقتصاد العالمي في الركود، موضحا أنه لم تتخذ البنوك المركزية تلك الإجراءات التحفيزية لتراجع النمو العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية. وقال الصندوق إن العديد من أسواق الأصول المحفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء العالم شهدت عاما مذهلا في عام 2019. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. في الخبر الأخير، تخشى شركة أبل الأمريكية من تعطل خطتها لزيادة إنتاج أجهزة آيفون بنسبة 10% في النصف الأول من هذا العام في حال انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين. وكانت الشركة طلبت من سلسلة مصانعها الموجودة في الصين تصنيع ما يقارب 80 مليون جهاز آيفون في النصف الأول من العام الجاري 2020. ومع ذلك فإن الإنتاج الضخم المقرر أن يبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير القادم قد يتأخر بسبب تفشي الفيروس.